سؤال، متى يقصر الإنسان؟ السؤال متى يقصر الإنسان في السفر؟ له شعر. متى يقصر الإنسان في السفر؟ يمكن أن يقال في الجواب إذا خرج من بلدته، من بنيان بلدته. وفي ظني أن السائل لا يعني هذا فقط، وكأني أشعر بأنه يعني ما هو السفر الذي يقصر فيه المسافر. الحقيقة أن هذه المسألة أيضا مسألة جرى فيها خلاف كثير وطويل جدا، وليس هناك نص صريح من كتاب الله أو من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يمكن أن يعتبر نصا قاطعا رافعا للخلاف، وإنما هناك الترجيح فقط. ونحن مع أولئك الذين ذهبوا إلى أن مطلق السفر هو سفر تجري عليه أحكام السفر وأحكام المسافر، وهذا مأخوذ من مثل قوله تبارك وتعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. كما أن الله عز وجل أطلق المرض في هذه الآية، كذلك أطلق السفر. فكل ما كان سفرا سواء كان طويلا أم قصيرا فهو سفر تترتب عليه أحكامه، ولا ينظر بعد ذلك إلى المسافة، أن يقال مثلا يوم وليلة أو ثلاث أيام من أياميها أو نحو ذلك. فإذا عرفنا أن هذا هو القول الراجح وهو الذي يختاره شيخ الإسلام ابن تيمية في بعض كتبه، بل وفي رسالته الخاصة في أحكام السفر التي كانت طبعت في مجلدات خمس في جزء من أجزائه في مصر، طبعة السيد رشيد رضا رحمه الله في طبعته طبعة المنار. إذا عرفنا أن السفر مطلقا هو الذي يترتب عليه أحكام المسافر، فحينئذ مجرد أن يخرج المسافر من بلدته تجري عليه أحكام المسافر. فإذا نزل في بلدة أخرى التي كان قاصدا إليها فهناك لا يزال مسافرا أيضا، طالت أيامه كثرت أيامه أو قلت، فهو لا يزال في حكم المسافر إلا إذا نوى الإقامة، عزم على الإقامة هناك. أما ما دام لم يعزم الإقامة وهو يقول في نفسه اليوم أسافر وهذا أسافر وهكذا، فمهما كانت المدة التي أقام في البلدة التي سافر إليها طويلة فهو لا يزال مسافرا. وقد ثبت أن الصحابة حينما خرجوا للجهاد في سبيل الله نحو خراسان من بلاد إيران اليوم، هناك نزلت الحلول بغزارة فقطعت عليهم الطريق، طريق الرجوع إلى بلادهم، فظلوا ستة أشهر وهم يقصرون الصلاة، ستة أشهر، لأنهم كانوا يأملون أن تزول هذه الحلول إما بطريقة ربانية إلهية أو بطريقة صناعية كما قد يفعلون اليوم في بعض البلاد. إذن بهذا نعرف أن السفر ليس له حد مسمى شرعا، وإنما هو على إطلاق المرء، وأن أحكامه تبدأ بمجرد خروج المسافر من بلدته، فإذا وصل إلى البلدة القاصدة إليها فهو لا يزال مسافرا إلا أن يعزم الإقامة. أما ما دام لم يعزم الإقامة